طيب دكتور صلاح، يعني دكتور حافظ بدأ بالاختفاء القسري، ايه اللي بيحصل من مجلس حقوق الانسان عندما تصل شكوى مثل الاختفاء القسري؟ ايه اللي يعني بيتقدم به المواطن للمجلس من اجل شرح موقف خاص باختفاء قسري؟ هو يمكن انا شاركت في هذه الجلسة طبعا مع الدكتور حافظ، والجلسة الثانية اللي كانت الارهاب وحقوق الانسان انا كنت برضو متحدث رئيسي. لكن في جلسة الاختفاء القسري زي ما قال الدكتور حافظ، الحقيقة ان احنا مطلوب ان احنا نوضح الحقيقة اللي على الارض، لانه الاخوة اللي في المجلس الدولي لحقوق الانسان وكل الموجودين هناك بيستقوا معلوماتهم من منظمات معينة، وهم بيثقوا في كلامهم لانه الطرف الاخر مش موجود، الطرف الاخر اللي هو احنا مش موجود، عشان نوضح امر موقفنا السليم. ودايما دايما نقول حتى المعلومات اللي نقول عندنا، المعلومات اللي موجودة على الارض بدون ما حتى ما نعمل مكياج ولا رتوش ولا تغيير. فاحنا انا خدت معايا الكتاب مترجم باللغة العربية والانجليزية، كتاب مطلعه المجلس القومي لحقوق الانسان باللغتين وبالاسماء 266 اسم، وده اللي استقبلهم المجلس خلال فترة ما فتحه للشكوى لغاية 2017 وإجلاء مصير كل واحد. وقلت لهم اللي عايز نسخة من الكتاب ده ممكن يتفضل ياخدها مني بعد المحاضرة ويقراها تمام، وهي مترجمة، وكان معايا تراجم يعني كمان بعض النسخ. يعني آخر تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان المفروض إنه هيصدر اليومين دول، في 120 حالة اختفاء قسري. الأولاني كان 266، تم إجلاء مصير معظمهم ما عدا 38 حالة، ومنهم ال 38 حالة دي هي أربعة نعتهم داعش. يعني إن هم دول كان مبلغ عنهم اختفاء قسري وهم وطلعوا إن هم عناصر إرهابية، على أبرزهم عمرو الديب. وإحنا فاكرين كويس من قريب قصة زبيدة بتاع البي بي سي، بتاعت البي بي سي، واتضح انها متزوجه وسايبه اهلها وهكذا. في تقرير اخير المفروض اللي هيصدر كان 120، لغايه ما انا كنت في جنيف كان اجلي مصير 30، وكان 90 تحت الانفستيجيشن، يعني لسه بيبحثوا. قبل ما امبارح نقطه البي بي سي، بتتعاملوا ازاي بقى مع موقف زي ده؟ يعني وكاله اعلاميه بهذا الحجم والتاريخ كانت بتتحدث في شان يعني خاص باختفاء قسري والموقف اللي شفناه وتابعناه على البي بي سي، وبعد كده الامور كلها طلعت يعني ما لهاش علاقه بما اذيع. طيب ايه ردكم؟ بتتصرفوا ازاي؟ هل بيبقى في تعامل بشكل مباشر؟ هو يوميها طبعا اللي اتعاملت بقوه وفي الموضوع ده هي اللي عملت السلامات، وهي اللي استطاعت ان هي تصل الى الحقيقه وخلت البي بي سي تغير التقرير بتاعها. وطبعا كان هناك ردود فعل من المجلس ومن المنظمات الغير حكوميه على هذا الموقف، وده يعتبر دليل يعني قاطع ودامغ على ان هناك تدليس فيما يعرض من بعض المنظمات او من بعض الوكالات، حتى الوكالات الرسميه التي لها سمعه عالميه. أيوة. اصبحت انها وده برضو من اللاك اوف انفورميشن، يعني زي ما قال الدكتور حافظ قبل كده انه نقص المعلومات، ان انا معلوماتي فين، انا حاضر ولا مش حاضر. بس كده انا معناه انه لازم يكون في أنا تحرك موجود دايما من حضراتكم طبعا. اصلا يعني لازم يكون موجود في دوره مارس ودوره سبتمبر، لازم يكون في وفد المنظمات الحكوميه، وفد المجلس القومي لحقوق الانسان، لازم يكون معانا معلومات. يا دكتور فيما يمنع ده؟ يعني انتوا بتبقوا متواجدين الحقيقه، يعني المره دي المجلس القومي لحقوق الانسان انا كنت موجود، لكن انا كنت موجود مع المنظمه وليس مع المجلس. المجلس لم يكن حاضرا لظروف التغيير على الابواب وهكذا، لكن يعني انا والاستاذ حافظ اعضاء في المجلس القومي لحقوق الانسان، لكن كان تحت وفد المنظمه. يعني كان لنا شرف الانضمام المره دي لوفد المنظمه المصريه لحقوق الانسان، لكن الحديث كان بالدوكيومنتس بتاعه المجلس القومي لحقوق الانسان. اخر دوكيومنت كان 120 اختفاء قسري، 30 اجلي مصيرهم، وده اللي في التقرير الاخير للمجلس اللي هيصدر قريبا. اول امبارح وزاره الداخليه بعتت موقف 46 واحد، يعني احنا قاربنا من الرقم اللي احنا عايزينه 46 و30، يعني عندي 76 وما زال
انا عايز اقول حاجه، يعني المجلس القومي لحقوق الانسان ما حصلش على هذه المعلومات غير بعد مقابله رئيس المجلس مع رئيس الجمهوريه. فرئيس الجمهوريه كلف وزاره الداخليه انها ترد على المجلس. قبل كده لم تكن وزاره الداخليه ترد على المجلس القومي لحقوق الانسان. عايزه التنسيق ده مع التعاون، التنسيق ده مهم جدا عشان السرعه اللي حضرتك بتتكلم عليها، انه احنا بيصدروا البيان من المنظمات، لانه الطرف الاخر المجتمع الدولي بيترجم بقى يعني اي معلومه عنده بشكل سريع على وكالاته الاعلاميه. بالظبط. انا بقى بنبتدي نصحح بدل ما نبقى احنا اللي اصحاب الموقف وبدانا بالزبط. من الاول نقول معلوماتنا لانه عندنا معلومات وعندنا ارقام. نكون يا استاذ الان في موقف دفاع بالظبط، ما هو ده اللي اقصده، بدل ما احنا نكون في المربع الاول. احنا عايزين احنا نعرض دايما تقاريرنا على اساس ان احنا مش في موقف دفاع. صحيح. احنا ما بنقولش ان احنا عندنا ان احنا ناس 100% وكل حاجه زي الفل، لا، احنا عندنا كذا واجلينا مصير كذا ومشاكلنا كذا ومشاكلنا على علم ودرايه بيها وبناخد اجراءاتنا تجاهها. ناخد اجراءاتنا وبتعاون بيننا وبين وزاره الداخليه ومكتب النائب العام، وده المفروض يتحط له اليه مستمره. يعني انا بدور على ابني، المفروض ان افتح على موقع او من خلال المجلس القومي لحقوق الانسان واعرف هو فين، المفروض يتحط له اليه، وده مش حاجه صعبه.